من أكثر الأشياء اللي متحمس لها في رمضان صدر البوستر الرسمي للبودكاست الرمضاني واللي راح يجمع النجمة أصالة نصري والإعلامي الكبير عمرو أديب طيلة شهر رمضان المبارك. هذا البودكاست بيحمل اسم بيج تايم بودكاست، وطبعا رح يستضيفوا أصالة وعمر أديب وجوه محببة في الوسط الفني ونجوم مميزين. طبعا تفاصيل أكثر عن بيج تايم بودكاست بهذا التقرير. وبدأ العد التنازلي، هكذا علق الإعلامي الكبير عمرو أديب عن بودكاست بيج تايم بمشاركة الفنانة أصالة في تجربة إعلامية فريدة من نوعها. في شهر رمضان المبارك يهدي لنا معالي المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه مفاجأة جديدة ومميزة من مفاجآت موسم الرياض الرابع، حيث قام بالإعلان عنه عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، مؤكداً أنه سيكون مميزاً على مستوى العالم، داعياً الجمهور لترقب الحلقة الأولى. بودكاست بيج تايم برنامج حواري يتكون من 37 حلقة يظهر فيه نجوم الفن والرياضة والإعلام من مختلف الدول العربية والعالمية، تبدأ عرضها في شهر رمضان المبارك ويتم إكمال عرض باقي الحلقات بعد الشهر الفضيل. وقد تم عرض برومو الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله الجمهور بحماس، خاصة بعد مشاهدة مقتطفات من حلقة الفنانة أنغام وهي تتحدث عن علاقتها مع الفنانة أصالة بعد المصالحة بينهما. فاسر ما كنتم متخانقين، يعني شو الخناقة؟ ولا أنا متخانقة معها، ما حصلتش. وأيضا ظهور ضيوف من العيار الثقيل من ألمع النجوم في العالم مثل ميسي، ويل سميث، منى زكي، ياسمين صبري، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، إليسا، إسعاد يونس، محمد عبدو، كريم عبد العزيز، ماجد المهندس، يسرى، ماجد الكدواني، أحمد حلمي، جورج وسوف، كريم محمود عبد العزيز، دنيا سمير غانم وغيرهم. وعبرت الفنانة أصالة عن سعادتها بمشاركتها في البرنامج، وتعد هذه التجربة الثانية للفنانة أصالة بعد برنامج سولا. بودكاست بيج تايم هو واحد من الفعاليات الرائعة التي يقدمها موسم الرياض الرابع الذي استقبل حتى الآن أكثر من مليون زائر في كافة مناطقه، ويواصل تقديم العروض والمهرجانات والمسابقات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية لجميع الأعمار والأذواق.